اليوم غادي نمشيو نضربوا دويره في الحافلات السياحيه المكشوفه لمدينه مراكش. خمسينات القرن العشرين بدات اولى الحافلات بالاشتغال المكونه من جوج ديال الطبقات وبالضبط في مدينه لندن. وفي المغرب كاين جوج المدن اللي تتوفر على هذا النوع ديال الحافلات واللي هي طنجه ومراكش. بالنسبه للتعريفه ديال الحافله فتبقى عندك ثلاثه ديال الاختيارات، كتختار ما بين التذكره ديال 48 ساعه اولا ديال 12 ساعه اولا ديال ساعه واحده. اختارينا حنا التذكره ديال ساعه واحده واللي الثمن ديالها هو 45 درهم، كتضمن لك جوله لمده ساعه كتمر على ابرز معالم مراكش، الويفي مجانا وتعطوك معاهم هاد السماعات هادو، وهادو تيلعبوا الدور ديال انغيد. عندك الاختيار ما بين سبع لغات تقريبا، اي بلاصه تزتي منها تيقول لك الاسم ديالها التاريخ ديالها الى اخره.